الحفل اللي قررت السلطنة العليّة إقامتها لسببين وجهين. أولاً مثل ما بتعرفوا بعد ما اجتمعت أعضاء الدول الستة الكبرى لوضع نظام جديد للبنان، والنظام بيقضي بتعيين حاكم أجنبي مسيحي بموافقة اللجنة السداسية وتعيين مجلس إدارة بيمثل جميع الطوائف، كما أنه النظام بيقضي بأنها تكون الضابطية من اللبنانيين بس ضروري يعاونهم عسكر أجنبي تركي. أما السبب الثاني فهو تعيين سعادة رفعتلو داود باشا أرتجيان متصرفاً على لبنان لمدة 3 سنوات. سعادته بيتكلم 7 لغات لفظ على خط، والموصوف بالعلم والأخلاق والحنكي والطهر والنزاهة والحق ومن جميعه. قوموا يا قراي بهنوا، يعيش الباشا غنوا، ريحنا من هم الحرب الما خلصت لولا منه. هو كيف بنستغني عنه؟ رجال بعيد الافاق كله اخلاص واخلاق، قربوا الكل بيتمنوا حلم العاشق والمشتاق، وكيف بنستغني عنه؟ يلا الشمعة ضويله، حاولوا براد وغنيله،
قدم له من شو بيعطيك ومن دهناته تقيله. ويا حضرات وجهة وأعيان ومن شافين شعب هالبلاد، اسمحوا لي أقرأ على دينيكم فرمان تعيين الراس الكبير الصادر عن السلطنة العلي بعد موافقة قناصر العالم على نظام لبنان الجديد. لما بيتفقوا علينا قناصر العالم هم نتفق مع بعضنا. نفخة كبير بتطفي نار صغير. بنشكر نفخاتكم يا حضرات الأناصر. يلا بلش الدق يا شباب. معك خواجة نصار، ما السلطنة ننزل علينا فرمان. إسا شوية خشوع وتقاوي، السلطنة ننزل علينا فرمان. عند قناصل العيلة ندوم. بعونه تعالى وبعد حوادث الجبل المكروهة اجتمعت اللجنة المؤلفة من ممثلي الدول الكبرى، اللارد دافرن عن بريطانيا، والمسيو بيكلار عن فرنسا، والمسيو نوفيكوف عن روسيا، والمسيو بيكفاكر عن النمسا، والمسيو دريفيوس عن بروسيا، والداعي فؤاد باشا عن تركيا. وبناء عليه كلفت اللجنة المذكورة حكومة الصدر العالي اختيار حاكم مناسب على الجبل، وقد ارتأت السلطنة تعيين الشهبد داود باشا أرتجيان متصرفا على لبنان لمدة 3 سنوات، وقد منحه الباب العالي رتبة مشير. مبروك يا باشا مبروك. القناصي والوجهة والأعيان توافدوا على دير القمر حتى يشاركوا باستقبالك يا سعادة الباشا، بعد ما كلفوني اني بلغك انه راح يكونوا ايدك اليمين وامرك الامين وحصنك الحصين في حكم البلاد. ارزي لبنان وتعطر. اسمح لي مولانا، لمناسبة قدوم الباشا القي قصيدي قرض لبنان. إلا بعدين يا أمير. معه حق حضرة الباشا، مش وقت هلا، خلي التعتير لبعدين، الباشا أكبر منا. يا أمير. يا مولانا، العطر عادة بينرش على العرسان بعد الجواز، وحضرتك بعد ما باركت جواز الباشا من البلاد. بشكر مشاركتكم بهالاستقبال، وبعهدكم كون ميزان عدالي وبيضة إبان الحق. عاش الباشا بميدانه، بعد له ناصب ميزانه، تحيا ايده على المرسوم وتسأل ام بيضة إبانه. تحيا ايده على المرسوم وتسأل ام بيضة إبانه. وعدنا فيه من قبله بحن الغال من محفار الولاء. الله يا ايدو على المرسوم وتسلم بيض الفانو. الله يا ايدو على المرسوم وتسلم بيض الفانو. من سلطة الدولة السنية بسلمك هالصيف حتى يكون بين ايديك السلطة القاطعة اللي بتفصل بين الخير والشر، واللي بتقطع بحد الحق وقاحة الباطل. بتمنى يكون هالسيف اللي بين ايدي الحد الفاصل بين الباطل والحق. يا عيش يا عيش يا عيش. كلمات الباشاوية باشاوات العقلية، البدو يهم الدر يلم من كنوز المفهومية. كلمات
بشوات البشاوية بشوات العقلية بدو يهم الدر يلم من كنوز المفهومية. داير 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 حتى نعرف شو صاير داير 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 حتى نعرف شو صاير يلي بيفهم عالطاير بيعرف كل الخبري يلي بيفهم عالطاير بيعرف كل الخبري كلمات البشاوية بشاوات العقلية بدو يهم الدر يلم من كنوز المفهومية كلمات البشاوية بشاوات العقلية اللي بده يهم الدر يلم من كنوز المفهومية. اتفضل يا سعادة الباشا حتى أعرفك على الوجهة والأعيان. أما حضرات القراصل فأكيد بتكون اتعرفت عليهم لما انقابلتهم باسطنبول. معرفتي بسعادتكم زادتني فخر واعتزاز. المير حسن شهاب ملفان بالسياسة مليان بالمفهومية مبلول بالدربي والدراية مدهون باللطافة ولين بكل الاتجاهات. الشهابية بما لها من شهاب شعبية رهن أو امر. المير مجيد الشهاب قريب المير بشير الشهابي صديق انصلاته فرنسا زعيم وطني كبير فيك تتكل علي بكل شي بيخطر على بالك. اتشرفنا. ارزي لبنان. إلنا بعدين يا امير. على اي حال تعطرنا بالمعرفة وفاح العطر والمردكوش. الخواجة نصار نصار من اعيان محيطسة بكفية. خفيف الروح صليط اللسان جميل الهندام ومش هين مع النسوان. يا نيال المحظوظين بين قلوب النسوي. الشيخ قرقيانوس الخازن من اغنياء البلاد بيملك قافلة بغال وكرخانة حرير وعربيتين للموتى كل عربية بجروها أربع روس خيل وبأسعار لا تزاحم وكلهم تحت خدمتك. تفضل. تفضل. شكرا شكرا. وانحزت المحظوظية وأمرت السلطة العلية بمصادرة البغال جاهزين وتوابيت كمان تكرم عين السلطة. ممنون على الطافك. المير مراد ابو اللمع المعي لسان بيكرج ع سبع لغات نغل لغات. عظيم عظيم. صديق انصلاط لندرا خاص ناس دو مرد زقور وعخدمة السلطنة غيور. المير عبدالله رجل المناسبات الوطنية زعيم وطني كبير. ضيعت بيت شباب. Thank you.
تفضلي يا سعادة الباشا اتقبل رمز الضيعة. جرس؟ في بيت شباب بيصنعوا أجراس. ده نذكرك يا باشا ضيعنا بالحرب دقت كتير حزن، اشتقت تدق فرح. ان شاء الله ما بتدق الا فرح. ان شاء الله. هيدا وين بحطه؟ باشا بيت شباب كمان مشهورة بحياكة الديمة. الديمة؟ ايه ويش نعم الملمس سلس الاحتكاك عالبدين خصوصا الرجال. لبس الصوف تسلم لك. تحيك للنسوان والديمة تحيكت لجوانيس رجال رجال. بشكر هديتكن الغالي. بلغنا انه اصلك وفصلك فرنجي. لو بتضيع كنت حب تدق لك هوايدلك بالفرنساوي. كيف قادر؟ ايش؟ لهوايدلك تترجم؟ ترجموها رجيل النوبي على الفكر. بس ما قدرت الكرانيت تترجم نغمتها. يوسف بيت كرم. اتفضلوا يا حضرات الأناصل، يا حضرات الوجهة والعيان، اتفضلوا شاركونا بالميدة اللي ممدودة باللوان الكبير لها المناسبة. ده بينما كان تم لقاء وتعارف بين حضرة المتصرف والزعيم يوسف بيك كرم، فتفضلوا جميعا. ايه هيدا الرجال الرجال مبين على وضعه مرتاح، مغير واللي مثله قلال، كتفه بيشبه جسر البيت، لا مبخرجي ولا مساح ولا بينحل بنقطة زيت ولا بيتدور بالمفتاح. جاي هني؟ بتعرفوا؟ خبروني عنه عناصر الدول الكبيرة، نحن وجايين بالباخرة من اسطنبول. بالتسلم حجم البلاد وانطلاعا من هالمبادرة افتح له ايدي اثنين وبطلب منه يشاركني الطريق. اذا كانت مشاركة مزبوطة مش للاستزلام دحني سيفي لعدلك لو عدلك ارتفع وارفع سيفي بوجهك لو عدلك عرج. اتفضلوا يا شباب شاركونا بالميدي اللي ممدودة باللوار الكبير. اتفضلوا. وانتوا كمان يا شباب اتفضلوا. سأبي يا باشا رجالي ما بيحبوا الاكل كتير. بالعكس ما
معروف على رجالك انهم بياكلوا راس الحي. ايه اذا جربت الحي تمد راسها. صحونا بالمجال يا شباب. امسحونا بالمجال يا شباب لنتباحث نحن والباقي. مجال يا باشا للتهني. هنيتنا وراح نهنيك. صراحة أنا ما جاي لا تهني ولا تأتهني. كأنك عم ترفض قبل ما تعرف شو هو الموضوع. كأني عرفت سلف يا باشا. يوسف بيك، كيف برأيك لازم سير أمور هالبلاد؟ انت ابن البلد ومحبوب من شعبك، تقدر تساعدني اكثر من غيرك. اسمحوا لي يا باشوات الفت نظركم، اول شغلي لازم يحطها براسه الحاكم اول ما يستلم الحكم هي انه الناس بيخلقوا احرار بهالنظام الجديد اللي عاملينه. مش مبين انكم مراعيين هالشي يا باشا؟ بعد اذنك يوسف بيك، افصحوا لنا بالمجال يا شباب لنتباحث نحن والبيك. يا يوسف بيك، هذا النظام ما وضع الا لوقف المذابح. يا باشا لا المذابح طموح شعبي ولا هالنظام جديد كمان. عن اذنك يا باشا، ان جاي تهني ولا جاي تعاتب؟ لا هي ولا هي، انا جاي اعلن موقف لانه اهل بلادي رافضين هالاتفاق اللي طابخينه برا، جايين تفرضوه علينا فرض. كيف جايين نفرض عليك؟ كيف جايين نفرضوا عليكم فرض وكل وجهة وأعيان البلاد موجودين هون وموافقين عليك؟ هودي وجهة وأعيان البلاد يا باشا، هودي بيمثلوا مصالحهم وبس، هم ما بيمثلوا حدا من الشعب. هالناس هالناس وهالوفود كلها ناس فقراء معطرين وأقلية تحتاج كرمال لقمة عيشها تمشي ورا سوق مازور. برجع بأكدكم يا باشوات، هودي كمان مش هني الشعب ولا هني نموذج عنه. ومعارين يا بيك ما تكون بعيد عنا. حسب حسب شو؟ يا قدر ما بتكونوا قراب من هالشعب كون قريب مني يا باشا. يوسف بيك زعيم وطني كبير، المفروض ينوقف على خاطره. داود باشا محضر لك مفاجأة كبيرة، راح يعينك قائد عسكر او اي وظيفة بيريدها. من طبعي يا باشا بكره المأمورية، وبعدين انا مش من النوع اللي بيحب يزقف او بيحب الناس تزقف له. بفتكر لازم تفتشوا على واحد غيري. غريب كلامك. ظاهر انك جايب موقف عدائي. سمعت كتير عن علمك ونزاهتك واخلاقك، وهالصفات بيسعدني كون صاحبها صديق. كلامك مفهوم وقصدك معلوم، بس انت عارف ظروف البلاد بعد حرب السنتين. ايه عارفها عارفها منيح يا باشا، انا وجاي على دير القمر شفت اثار الخراب والدمار والحزن على الحيطان. يا يوسف بيك هلا يلي صار صار، وما نوضع نظام جديد للبنان الا من اجل وقف المذابح، ومن شان هيك اتعين حاكم اجنبي من خارج البلاد. ايه مفهومي مفهومي، ما هي دارجه بهالايام. انتو هيك دايما بتعالجوا امور الشعوب الصغيره. هيدي اتفاقيه الدول الكبيره للشعوب الصغيره تصير غنايم حرب. يا يوسف بيك نحن مانا خبرا بخفايا سياسة الدول الكبيرة. يا باشا أنا خايف من نوايا الدول الكبيرة. هيدا قدر الدول الصغيرة. ما في شعوب صغيرة وشعوب كبيرة، في شعوب بتطلع لفوق وشعوب بتطلع لتحت. يا بيك يا حرمة دخلك يا حرمة. يا بيك خلوا لصق بالقصر، مالي راجع غيرك. مين هالحرمة هاي؟ غفلتنا وفاتت. البدة تتشكل يوسف باك. انا من بيادر الشوف. خذوها من عارف.
اتركوها على القليل تقول شكوى. يا بي حرقوا لي الزرع، نهبوا لي بيتي، حجزوا لي الموش. دخلك يا بي، ما لي سند غيرك. متأسف يا حرمي، أنا مني السلطة. أنت السلطة والصرخة اللي ما عدنا نملك غيرك. خذوها منهم يا بي. خذوها يا بي يا بي. خذوها خذوها خذوها. لكن بالنهاية لوين فيكن تاخدوا كل الناس بلاد بكاملة؟ جاي تتشكى عندك وانت مندك السلطة. قالت لك انا مين؟ على كل حق البلاد بحاجة لشخص مثلك قوي بمحبة الناس. الباشا جاي ليرجع العدل، وكل شقي رح ينال عقابه. ايه بس ما يصير بكرة الشقي بالتسويات بطل، ويصير القاتل بالسياسي زعيم، والدارج يفوز. طلب منك تكون قايد عسكر وتساعدني. اسس مني قادر يا باشا. هيدا تهرب. وراك اتفاقية اتفقت عليها المصالح، والمصالح يا باشا ما بتقدر تكون عدالة. انت بتقدر تصنع العدل. كيف ممكن اصنع بدون حرية؟ عم منك انك رافض. نعم رافض. رافض تكون عدالي محروق السلف بنار المصالح. عن اذنكم يا باشوات. يا شباب. الظاهر رفضه راح يعملنا وجعة راس. وانا هيك شايف. والحل؟ البترك. يا مريني هلا يا جماعه وين ابني؟ بالقبا مع الشيخ اسعد بولوس وبطرس تومي ما يغنجوا حصون الباك العنزاوي. يا برني يا برني ان شاء الله شو مغروم بالعنزاوي. هيدي انت الشبور اللي كنت تصبح الحد راكب على الحمار. لكن
من مين؟ أنا أقول بقلبك مين هو جبور؟ الراكب ولا الماشي؟ جرح بيك يا لوند خلاصنا بقى. يكون العافية، شو هالتجمع؟ لا يا روحي، رجال ونسوان ما يغنوا ويتسلوا. كيف الآيت صوتي يا بي؟ بيتم مثلك يا طن. بعد إذن الباب. شو في يا أسعد؟ عربية انصلاط فرنسا على مطل. شو عرفك إنه عربية انصلاط فرنسا؟ وأحصني شقر ومشيتن على الكروسة هيكزي ومهزمة. ايه ولاد اكابر مرشين اكل حالس قدوا لاستقبال الزاير مثل ما انا راح عامل سعادته بالسياسي. حاولوا انتوا تعاملوا مرافقينه والاحصني بالكياسي. عمرك يا باك ياخدوا كياسي قد ما بدو. مديني الاكل باللي وين ما بدهم يكسروا جوعان. هيكسروه بعد الاستقبال يمي. لعيونك يا باك. يلا يا رشيد حلو قدامي لنصلاطه وصور احصني على الخون الدبلوماسيه. الى عيون البك اطمر يا بك يطول عمرك. يا ابني ما لازم نعمل من قيمتنا ونكرمه بشي وليمه؟ هيئته هو جاي يكرمني. لا ناصر بيسمعه ولايم. كيف لكان ولايم من نوع تاني. طارت يمي عروس لابني من ايدك بتسوى كل ولا يمون. الله يخلي لي اياك. الله يخلي لي اياك وفرحني منك. ايه ويفرح البلاد فينا تنصير ايامها حلوة. صليلي. ما عم بقدر بنسى صور دير القمر. وجهك حزن يا ابني. عم بتذكر الخراب والدمار بالضيع اللي مرقنا فيها. حزن. عم ترسموا الغربان كل غروب. اعطيني ايدي اعطيني دفع ايديك يا امي. رايتك تقبرني رايتك تقبرني. لو قرارات الحرب بتشارك فيها الامات يمكن كان للشمس حنان اكبر. يمكن كانت المسافه بين الارض والسماء اقرب. يرضى عليك دمعه الفرحه بعيوني. تركني روح رتب الفرح. يا زوفا بيت قاعد المعسكر غلي بوقت من البرومية. شو صار له؟ شل شل رومانوس انشل. مسكين رومانوس كان أقرب الناس لألي. اسمح لي يا بيك كون محله بتدرسك. يا زوفا انت أمك ماتت من سنتين وهلأ بيك ما إله غيري. انتبهي على حالك وشوفي مستقبلي. يا زوفا ما تنسي انت بنت حبنا للوطن كلنا رجال. مش معقول. مش معقول كلامك اكبر من عمري. فضل يا بيك ما عليكم بالخدمة. يا زوفا انت صبية حلوة
ومستقبلك قدامي. خليني افرق معك، خليني. وقفي وقفي يا زوفا، انا كل مشكلتي وهمي الكبير اجعل جيلكم يبقى واقف وما يركع ابدا. بونجور مسيو لوكونسول. تسمح لي احكي معك كنتين على جنب سيكوبلي؟ اهلا وسهلا فيك، تفضل شرف. ميرسي. ايه بالحقيقة أنا كنت حابب أحكي معك وقت كنا بطير القمر، بس أنت في الليل بكير. مظبوط، أنا أصلا طلعت على دير القمر لأعلن موقف، أعلنته في الليل. وفي الليل مش راضي. مع انه داود باشا رجل مناسب كثير لهالمرحلة. يعني يخلي لأهله. بعرف كثير منيح سعادة القنصل، رجل مثقف كثير، خريج معهد النساء بإزمير، رجل عالم كبير بالقانون، وأهم شيء أنتوا راضيين عليه. كثير منيح. طب ليه ما بتتعامل معه؟ كأنه مش عم نفهم على بعضنا سعادة القنصل. أنا اعتراضي على داود باشا لأنه حاكم غريب. ما تنسى يا سباك، ما تنسى أنه داود باشا أرمني ومسيحي وأجنبي. أنا موقفي مش موقف طائفي ولا عم دافع عن مسيحية الجبل وبس. امبارح كنت في اجتماع مع مدفي طرابلس. امبارح كنت مجتمع مع مفتي طرابلس واثنيننا متفقين على هالشي. نحن عم نشتغل لخلاص هالشعب بصرف النظر عن طوائف. يوسف بيك، انت انسان كبير ومن قدرك، والشعب الفرنساوي بحبك وماشي معك. شعبكن يمكن ماشي معي، بس الهيئة حكومتكن لا. الجنرال بوفور ابن الثورة الفرنسية بيمشي ضدي مع مجيد شهاب القطاعي، ولو فرنسا ام الحريات وحقوق الانسان صارت تماشي القطاعيين. هو يظهر سعادة القنصل، علمتونا المبادئ ونسيتوها انتو. ما تنسى، ما تنسى النظام الجديد يلي انحط لبلدكن. نظام جديد؟ ما في شي من ثورتكن، لا من المساواة ولا من الحرية. النظام الجديد كرس الطائفية بالبلد. الطائفية؟ من كومون؟ كومون؟ مجلس إدارة، اثنين موارني، اثنين سني، اثنين متاولي، اثنين دروز، اثنين روم، اثنين كاثوليك، وكل شيء بالبلد صار طائفي من الكرسي وجر. أنا مهمتي نبهك عن خطورة موقفك. مهمتي نبهك عن خطورة موقفك. شعبك تاب من الحرب. بنصحك. بال الوظيفة المعروضة عليك كوماندان عسكر. كيف ممكن نفذ أوامر ماني مقتنع فيها؟ بكرة رح تطلبوا مني اجمع السلاح من الأهالي. كيف ممكن اجمعوا مشكلة هالشعب بعد ما انحلت؟ العالم كله شاف شو صار لما الدولة العثمانية تآمرت على عصم من هالشعب، جردته من سلاحه. أنا بفهم كثير منيح كل دولة أجنبية ما بتقدر تحكم شعب من الشعوب إلا بالفتن وتقواية فلان لفترة وتكسير فلان لفترة. لا سعادة القنصل، أنا بفضل أبقى صرخة هالشعب ولا أكون شاهد زور على مصلحة البلاد والشعب. بيينك سكزي. سعادة القنصل، تبقى صداقتي ممدودة لدولتكم العظيمة، وبيبقى شعبنا مرتبط بشعبكم الحضاري مهما اختلف الرأي. صداقة بلادي متوقفة عن شراكتك بالحكم. رفعت له داود باشا. برجع بذكرك اني انا رجل دين وشغلتي الصلاة والصوم، ومركزي ما بيسمح لي اتدخل بالسياسة، مع انه حضرتك رقيتني لرتبة افندي من اول رسالة استلمتها منك.
وكتبت لي فيها حضرة البطرك أفل. بعتذر سيدنا بعتذر، أنا غريب عن شعبكم وتقاليدكم، ولكن هيدا ما بيمنع إنه من خلال وظيفتي قادر ساعد شعبكم وبلادكم. اللي بينقصني التجاوب. غريب، مع انه أمراء هالبلاد والوجهة كلن ماشيين معكم. يوسف كرم. شو بو يوسف باي كرم؟ رافض التعاون، ومن مصلحتك ومصلحة شعبك وبلادك انك تقنع. رح حاول، بس بالنتيجة ما إلكن الا فؤاد باشا، هو بيحاول اقناعه. رفعت له داوود باشا عن اذنك، صار وقت الصلاة. راح يمي، جاي قربتنا يواكيم الغزير وحامل معه مرسال من سيدنا البطرك مسعود. ايه؟ اهلا اهلا بقربتنا. دع خورينا على الباب بالليل وقال لي سيدنا البطرك عايزك. نزلت عبكركي عند صياح الديك، قال لي سيدنا تروقت، قلت له لا بركني. يا رب زوقك له لو ما روقك. شبعت من البركة. وبعدك شبعان؟ لا انا وجاي شفت الارملة نظيرة مشمرة عسيقانة ومن تخبز راح مفعول البركة. لك وكيف هلا الخطية صارت زي السمكة تفتح الشهية. هيدا المرسيل. هات لشوف. يا حيف عرجيت، معالي وكيم تخطي وانت حامل مرسال لسيدنا البطرك مسعود. وفعلا دام الايش قرعوه. حتى سيدنا البطرك بيطلب مني اقبل الوظيفه. اي وظيفه؟ قايد العسكر. يم ليش بدك تقبل؟ اقبل وحبس بهالناس اللي بيستاهلوا. ما الناس محبوسه من دون جميلتنا. يرحم وكيلنا. ايه محبوسي ببلاد بهالحبس الكبير. يمي البلاد اللي ما فيها حرية حبس، والبلاد اللي شعبها محكوم من غير شعبها حبس، والبلاد الفقيرة المحكومة من سلطة المال حبس، وبلادك يا امي صارت حبس كبير. ايوكي فهمت علي يا ايوكي؟ من راجع فعل نديمي. ودون يرضوني بمنصب تيسكتوا الناس فيي، انا مستعد اعطيهم سكوت، لكن ثقه الناس فيي انا ما بملكها تعطيهم اياه، بيملكوها الناس. يوسف باك وبياسع فؤاد باشا لاي وجاي ورا العسكر. شلعت شلعت فؤاد باشا. شو هالمفاجاه؟ بعد اسم البنك فؤاد باشا جاي. يا عمد وطلع. جايين من ورا الشط المحوط. سوق اللايق مع الضيوف. فإذا ميلو جاي حيري ما في بيننا وبينه نوايا خدر. تعودنا نكرم أعدائنا لو زارونا، فكيف أصحابنا؟ تعدوا للاستقبال. تعدوا للاستقبال وكونوا عقد المقام. ليه همك كباك؟ عمرك كباك؟ يا شباب يلا يا شباب.
اعجز يا بيك عن الشكر على الاستقبال اللي بيعبر عن محبتكم واحترامكم لشخصي. واسمح لي لهالمناسبة اني اتبرع بهالمبلغ لكنيسة اهدن. يعني تبرعك يا باشا جزء من محبتك واحترامك وتقديرك لهالشعب ومعتقداته. يا جبور عمرك يا بيك. المحبة والاحترام دايما بالقلب يا بيك. ما كان في لزوم تكلف نفسك. كنت بطريقي لبعلبك قلت بمر صوبك بزورك وتباحث انا وياك بشؤون البلاد. ومين مثلك يا بيك قادر يوهب البلاد تضحية ونكران زاد. ما بترجاك بعد صفو خاطرك. يا يوسف بيك ممكن احكي انا وياك على انفراد؟ مثل البيت؟ يا شباب امرك يا بيك. اذا بتريدوا قدموا الاكل للعسكر والعلف للخيل واعملوا معروف خلوا لنا الدار من الزوار. تامر يا بيك. يرحم بيي. يا بيك بقدر بسألك سؤال؟ تفضل. بس طمعان بجواب صريح. يا باشا ما أنا مشكلتي صراحتي. شو هي أفضل وسيلة لنسيان الماضي؟ نطلع على المستقبل. يا بيك شو بيمنع أنك تتعاون مع داود باشا؟ على الصعيد الشخصي إنسان بحترمه كتير وما عندي شي ضده، لكن ما شايف من مصلحة البلاد اتعاون معه. ليه؟ شو المانع؟ يا فؤاد باشا أرجوك تفهمني، أنا ماني ضد داود باشا شخصياً، أنا ضد هالنظام اللي مفبرك برا ومفروض علينا فرض، هيدا توب عياري ما بيدك. يا يوسف بيك هيدا النظام مرحلي وبتمر. اتركوا داود باشا ينظم إدارة هالبلاد. أنا مش واقف بطريقه. إيه بس مش عم بتساعده. أنت الشعب بأيدك وبحبك، ووجودك بجانبه بيسهل مهمته. يا باشا مستعد امضيلكن على بيان ايدكن فيه، لكن انا ما بقدر شارك. يا يوسف بيك اذا ما رح تشارك رح تضل الناس متخوفة ورح ترجع البلاد لحالة الفوضى والقتل. الكل طالب منك انك تشارك. غبطة المطرك، السفير غطريك، زعماء غزير، الكورة، كلن. يا يوسف بيك البلاد بلادك والشعب شعبك. مطلوب منك مبادرة حتى ولو كانت على سبيل التضحية من أجل إنقاذ البلاد. يا باشا ما بقدر كون قايد العسكر شلح الضعيف سلاحه. اترك المشمولين بسياسة الدول الغريبة فاسدين. ما بقدر كون سيف الحق وكل باطل في وراميات السيوف. صدقني ما بقدر. طيب يا بيك ما تكون قايد عسكر، اختار الوظيفة اللي بدك اياها. ارجوك 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 تقبل اعتذاري. لا تخلي التاريخ يقول عناد يوسف كرم زاد الدم ووسع المأساة. طيب طيب يا باشا اذا كانت هذه ارادة الكل رح اقبل. انا كنت واثق انك ما رح تبخل بغالي من اجل بلادك. غيرك اقبل انما بشرط. شو هو؟ استقيل بعد فترة. يا بيك خليها لوقتها. فإذا من غدويات بكرة أنا نازل على بيروت. وأنا رح بترك هالبيت الكريم وأنا مرتاح. بعد إذنك يا بيك. بكير بعد يا باشا. يا بيك بدنا نقطع هالجبل على سهل بعلمك قبل الليل. فبعد إذنك. بالأمان. يا شباب. عمرك يا بيك. رافقوا عسكر الباشا لمقلب الجبل. تؤمر يا بيك.
بالعطر علي السلام. ايه يمي وهيك رح اعمل، وهذه الوظيفه لا خارطه براسي ولا انا خارجه. في كثير غيري بحبوا يكونوا ممسح، انا برفض كون ممسح عند الدوله العلي. ما هيدي عادات اللبنانيين، بيرضوا كل الناس وبالنهاية بيبقوا هني منن راضيين. يمي كلام مهم بده يطلع من التم، والتم تم المتصربي العلي والمناصب مناصب الأمراء. يا سامعين الصوت، تعين حضرة المير مجيد شهاب قايم مقام عكس روان، والمير حسن شهاب قايم مقام على البورة، والمير مراد بلمع قايم مقام على المتن، والمير عبد الله بلمع قايم مقام عزحلي، والمير ملحم ارسلان قايم مقام عالشوب، والمير قيس قايم مقام عدير القمر. ست امراء بيك واحد يوسف كرم قايم مقام جزي. Yeah.
الباك صور ابن سياسي على الرسمة. وإذا صور ابن سياسي على الرسمة بيكبر الخوف؟ أكيد قليل ما رح يتوافد حمير. حمير رجال السياسة ما كيف ما كان. ناطي المطي الاش بيقول ايش بيقول؟ كلب المير مير وحمار ابن السياسة سياسة. اوافي يا حلوين. اهلا بنصار. بعد مطول البيك لا يوصل نصار بلف بوشك. اكيد انصر لندرة شرف اضيع ومن يسأل عنه بشو يتوافي لنصر. سأل بالساحة يقولوا له بعد ما جا عزمه على الغدا ريس لا يستبعي. ولك ايه انا عرفت انه الباك ورجاله جايين شافون على المطلعة ضمية الكورة. وين النسوان الضالغين؟ يلا حبك إيمان مياتك شهد وسكة جنة رضوان بتقلك ضل ببالي. عالي يا دار بتضلك عالي عالي ثابت جبار بتحلك عالليالي. عالي يا دار